السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معكم المهندس محمد علي محمود، مهندس بكليه الطيران. إن شاء الله إحنا هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نغطي كورس الأتلاس كونفنتور 2019. الكونتنت اللي إحنا هنحاول نغطيها في الكورس ديت يعني موضوعات مختلفة، موضوعات كتيرة يعني. يعني الاول البيزكس لحد ما نحاول ان احنا على قدر المستطاع نبقى احنا ناس شويه ادفانسد، فدي الكونتنت اللي ان شاء الله هنبدا نشرح فيها. فزي ما انت شفت من الكونتنت بتاعت المره اللي فاتت، فكانت اول حاجه جيتنج ستارت وذ ديسك انفنت 2019. فهدف الجزء الاول دوت ان احنا نتعرف على واجهه البرنامج، نتعرف على بعض الاضافات داخل برنامج انفنتور واهميه كل منهم. يعني دلوقتي الاوتوديسك عامله حاجه اسمها برودكت اند ديزاين مانيفاكتشرنج. برودكت اند ديزاين مانيفاكتشرنج دي حاطه فيها برامج كتير قوي ادين للانفنتور، زي النستنج، زي الاتش اس ام، زي ماستر انكاد. البرامج دي برامج اوريدي ادين، يعني انت اول ما تسطر الانفنتور ممكن تسطر معاه النستنج، ممكن تسطر معاه الاتش اس ام، ممكن تسطر معاه ماستر انكاد. والنستنج يعني اكيد معظم الناس تعرف تسمع عنه. النستنج ده هو يقدر يعمل اوبتمايز، يعني يقدر يعمل توفير في القطع بتاع الشيت ميتال. لو انت مثلا عندك قطع كتير قوي من الشيت ميتال وانت عايز تجمعهم في شيت في لوح صاج كبير، من حيث ان انت توفر في الخام على قد ما تقدر، فبتعمل حاجه اسمها النستنج. الاتش اس ام اللي هو الهاي سبيد ماشيننج، اللي هي الناس اللي بتشتغل بقى بالبرامج اللي هي بتشتغل على مكنه سي ان سي 3 اكسيز وال 4 اكسيز وال 5 اكسيز اند سو اون. وجزء الناسترن انكات، الناسترن برضو للناس اللي بتشتغل فايلات المنت عارف عليه ناسترن. ناسترن ده يعني يرجع موضوع لشركه ناسا، عامله بروجرامنج كده تقدر تحل بيه الاستراكشر اناليسز، تقدر تحل بيه الثيرمال اناليسز. فالناسترن انكات ده برضو بقى بلاج ان او اد ان موجود جوه الانفنتور، يعني تقدر تشتغل فايلات المنت باستخدام الناسترن جوه الانفنتور، غير الستريس اناليسز اللي موجود اصلا موجود في الانفنتور يعني. فده هنشوفه كده مع بعض ونشوف الحاجات ديت كده سريعة مع بعض يعني. واول حاجه طبعا وانت بتشتغل على البرنامج عايز تعرف يعني ايه اول حاجه البروجكتس، يعني ازاي تعمل مشروع جديد وايه اهميه البروجكت ده. هنعرف مع بعض دلوقتي